السائل حين ألف تقول في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلا كثيف البصر وتضطر الطالبات لكشف وجوههن للقراءة، فما حكم ذلك علما أن البعض يطالب بعدم وجود الرجل؟ أفتونا مأجورين. لا شك أن إبعاد الرجل عن النساء أنه أحوط وأتم وأبعد عن الفتنة، فالواجب على المسؤولين عن تعليم البنات أن يلاحظوا هذا، لكن إذا دعت حاجة إلى أن يعلمهن رجل كفيف فالحاجة لها حكم، ولكن يختار لهذا من يوثق بدينه وأمانته وعلمه حتى يؤمن المحذور من الفتنة. وأما مسألة كشف المرأة وجهها عند الأعمى فهذا محل خلاف من العلماء، من يرى أنه يجب عليها ستر وجهها كما تستره عن المبصر، وذلك لأن لما دخل رجل أعمى على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أزواجه أمرهن بالحجاب أن يحتجبن منه، فقلنا إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما، هذا دليلهم. والقول الثاني أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى لأن أنه لا يراها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال لفاطمة بنت قيس أو امرأة غيرها مطلقة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه لا يجب ستر الوجه عن الأعمى. نعم، وهذا أرجح، يقولون هذا أرجح أصح سندا من الحديث الأول. على كل حال الابتعاد عن ما يجر الفتنة لا شك أنه مطلوب. نعم.